مشاهدينا نحييكم من جديد. الأسبوع الماضي ناقشنا معاكم بعض القضايا المهمة والحيوية بالنسبة للمواطنين، سواء منها ما يتعلق كيف نواجه الإسفاف والابتزال وتدني الذوق العام، وعملنا مواجهة متعلقة بهذه القضية. ويوم الخميس كنا معاكم في قضية تعديل قانون الطفل، لأن في جرائم بيرتكبها بعض من هم دون سن ال 18 وبيستفيدوا من قانون الطفل ويغتصب ويقتل وياخد عقوبة مخففة لا تتجاوز 15 سنة، ومناقشة القضية يعني قدمت أفكارا مهمة جدا يعني. وقبلها ناقشنا قضية الصيادلة والأطباء، الاتهامات المتبادلة لبعضهم البعض، وكل هذه القضايا بنناقشها من أجل خدمة المريض تحديدا. حتى وإحنا بنتكلم في هذه القضية عن كشف الأطباء فهو من أجل المريض. هل كشف الأطباء مغالى فيه إلى حد كبير؟ هل ثمن العمليات الجراحية بيكون باهظا أحيانا يصل إلى حد إن الناس تبيع بيوتها علشان تعمل عملية جراحية لابنه أو بنته؟ ولا احنا مش فاهمين الجانب المتعلق في المهنة، ان في جانب فيها مهنة في جانب فيها نعم رسالة، لكن فيها مهنة هي عرض وطلب وفيها نفقات وفيها ايضا تكلفة، ولا احنا باصين فقط للطبيب ونستهدفه يعني. هنناقش معاكم هذه القضية خاصة يعني من بعد ما اعلنت عنها بتجيلي رسائل من مواطنين كتير، لكن هنناقشها بشكل المواجهة كما اعتدنا. أقدم الدكتورة نجوى الشافعي، أستاذ طب الأطفال ووكيل النقابة العامة للأطفال للأطباء. دكتورة نجوى أهلا بيكي. أهلا بيكي. والدكتور رشوان شعبان، خلينا أقدمك عضو مجلس نقابة الأطباء، يعني لانه في هنا بتبقى مسؤوليه النقابه يعني. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. اهلا وسهلا. على الجانب الاخر عضو مجلس النواب الدكتور عبد حميد الشيخ، عضو لجنه الصحه بمجلس النواب. اهلا بيك يا دكتور حميد. والدكتور هاني سامح صيدلي، اهلا بيك يا دكتور. تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين. هنبدا معاك على طول دكتور عبد حميد. في مغالاه يعني، الناس ممكن تقول انه في ظاهرة شايفينها في المجتمع ان كشوف الاطباء مرتفعة جدا، ثمن العمليات الجراحية كبير جدا، ولا احنا بنبالغ ايضا؟ وبداية يعني احنا عايزين برضو ما نظلمش الاطباء ونعمم، يعني هو الموضوع مش موضوع بيشمل جميع الاطباء. لان احنا لو جبنا الموضوع وناقشنا المسألة من جذورها هنلاقي الطبيب مظلوم ظلم باين، يعني غالبية الاطباء. لكن هو فعلا في فئه بتغالي مغالاه غير عاديه، ودول يا اما مرغوبين قوي زياده عن اللزوم، يا اما نوع من ايه يعني البروباجندا شويه والشل الاعلامي ان الدكتور ده غالي فيبقى هو شاطر فانا هروح لازم اروح اكشف عنه. فالقضيه هيقول لك ده الفيزيتا بتاعته بكذا يعني. يا فندم الفيزيتا يعني احنا برضه يعني عايزين نقول ان قضيه الاطباء زي قضيه الدروس الخصوصيه. انت في مجتمع المستشفى الحكومي لا تقدم خدمه كما يجب، وحضرتك قلت كلام جيد جدا قبل ما نطلع على يعني احنا قبل ما ندخل ان التامين الصحي الشامل وفعلا هو الحل. وان شاء الله يعني ولحين ما يجي التامين الصحي الشامل اللي غالي غالي، لان انا هاخد خدمه محترمه في مستشفى الحكومة. طيب إلى أن يأتي ويعم مصر، شايف أن لابد من وقفة مع الكشوف المغالى فيها وثمن العمليات؟ ده لابد من وقفة، ووقفة حازمة جدا 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 ومسؤولة جدا. ليه؟ لأن المغالاة مغالاة غير يعني معقولة. بغالي في حاجة بتمس صحة الإنسان، لو انا بغالي في اكل طب ما انا هروح الاقي بديل اكل اي حاجه، لكن الصحه والعلاج والمرض لا، انا لو هشحت هروح استلف واشحت واستدين علشان اجيب ثمن العلاج اللي قالوا لي ما فيش الا الدكتور فلان اللي هو كشفك عنده وعلاجك عنده.
وخصوصا المريض اللي بيبقى عنده مرض مزمن او مرض يعني لا قدر الله بقى الاورام والحاجات اللي طبعا يعني بتبقى صادمه، الحاجات النفسيه، الحاجات اللي المريض وحتى نفسه، وحتى الامراض اللي بترافقه في حياته زي الكبد والكلى ما هي بتمشي معاه في طيله حياته، الحاجات اللي هي برضو مش الطبيب العادي هيعالجها. ولكن انا بقول يعني لابد من وقفه مع الناس ديت، ووقفه مسؤوله. العمليات الجراحيه طبعا قوائم الانتظار دي ما جاتش من فراغ، لو فيه اسعار معقوله وما فيش مغالاه في عمليات القلب المفتوح وعمليات الجراحات الاورام والكلام ده ما كانش عندي قوائم انتظار كبيره قوي كده. طيب دكتوره نجوى، في يعني هل ده فعلا صح؟ يعني في مغالاه ولا بد من وقفه مع كشوف الاطباء، ولا شايفه ده استهداف للاطباء؟ هو الحقيقه سياده النائب بدا الكلام منطقي جدا وكويس جدا، وهو ان المغالاه في الكشف بتخص فئه قليله جدا. لو احنا ناسبنا الاطباء، لا بس مش فئه قليله، لا يعني اصل لو فئه قليله يبقى مش هيستدعي المناقشه او انه الناس تقول الحقونا. لا هي الاسماء برضو يعني الكبيره او اللي عليهم ضغط كبير، وزي ما سيادة النائب قال ساعات المصريين بيبقى حاطط في دماغه ان عاوز هو ده، يعني هو ده اللي هيكشف عليه، رغم ان كفاءة الطبيب اللي هو نفسه قوي يروح يشرف عنده هتلاقيها متوفرة في غيره واحد واثنين وثلاثة، بس الشهرة او ظهوره في وسائل الاعلام مرة او سمع عنه مرة واثنين وثلاثة. وبعدين هقول لحضرتك حاجة، المريض المصري يعشق العيادة الزحمة، يعني لو دخل عيادة ولقاها فيها اصلا كده احمل المريض المسؤوليه. لا بس هو مش انا هنا بقول للمريض ايه انت السبب في انت لا مش اللي عاوز الغالي. انا عايزه لا انا طب يمكن سياده النايب يبقى معايا في الحته دي. لو في مريض راح دخل على عياده لقى فيها مثلا 10 كراسي اللي قاعدين اثنين مرضى، يعني كده لا والله انا ده ذل من نوع اخر، في شيء من المصداقيه. لا ايوه والله ده ذل من نوع اخر. انا بعض المرضى لقيت مكلمني واقف على سلم ما تعرفش الدكتور ده دخلني بس بدري. أيوة لان لا دي حاجه موجوده ثلاث ساعات. ايوه موجود. بس هو حب كده، يعني هو يشكو طول الانتظار. لو راح لقى العياده فاضيه فعلا، لو راح لقى العياده هو مع الالم، حد حابب مع الالم، هو في رحله ترفيهيه. ده اول حاجه، يعني لو راح لقى عياده فاضيه شويه او يعني مش عليها زحمه قوي وناس ما بتحجزش، لما دخل يقول له مثلا خمس دقايق وهتخش، يعني قلبه ياكله كده، يحس ان هو ايه، لا يبقى الدكتور ده فيه حاجه. او لو لقى سمع عليه ان هو راجل كويس جدا جدا وراح قال له الكشف كام، قال له 20 جنيه يتخض برضه. يعني هو دايما المصري بيربط ما بين الكفاءه وغلو السعر او الكشف، اذا كان يعني بنتكلم علامات الطب اللي يقول لك ده غالي قوي يبقى شاطر. ويحب بقى يقول لك ده انا رحت له، يعني بس دي فيها انا كده من نفسيه المواطن المصري. انا كده بحمل المريض، مش بحمله، بقول له انت السبب. مش كل المسؤوليه هي جزء، هذا تهرب من دور نقابه الاطباء يا استاذ وائل. القانون، قانون انشاء نقابه الاطباء وقانون تنظيم المنشات الطبيه كان واضح وصريح. نقابه الاطباء انشئت لصالح المريض المصري. في صدر هذا القانون تم النص على أن هذه النقابة أنشئت لصالح المريض المصري ولصالح الأغراض الطبية للمريض. وفي المادة 46 كان من مهام النقابة وضع حد أقصى لأسعار الخدمات الطبية. لما أرمي الحمل على المريض، حد أقصى للكشف، يعني للكشف والخدمات الطبية كاملة الطبية. وعندنا قانون تاني كمان، مش قانون، يعني أنت ضد إلقاء اللوم على المريض؟ لا أنا مش بلقيها كاملة، يعني على المريض مرفوض. يعني إيه اللي بيعمل الزحمة يعني، أو إيه اللي مدي الشكل ده؟ يا فندم المادة 46 أصلا مش هيحب الذل والوقوف على السلم عدة ساعات يعني. لا يا فندم المادة 46 من قانون نقابة الأطباء بتنص على ايه؟ يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الاقصى للاتعاب التي يتقاضاها الاطباء في حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية على ان يعتمد هذا الجدول من وزير الصحة. نقابة الاطباء من ساعة ما انشئت بتتجاهل هذه المادة. طيب. لصالح الفئات، لصالح تربيح بني مهنتها، لصالح لصالح شباب الاطباء. طيب. مظلومين. طيب. ومهضومين. طيب. ولكن في ممكن نقول مافيا من كبار الاساتذة، مافيا من كبار المتربحين للأسف.
للاسف مش في الماده دي بس، مش في اسعار الاستشارات بس، بل في الخدمات اللي بتحافظ على كلمه طفي بعد اذنك. لا يا فندم ده كلام يا استاذ وائل، انا يعني انا بحضرتك على حاجه بتحافظ على كلمه مافيا. هي مافيا يا سيدي العزيز. يا فندم اذا كان لسه وزيره الصحه مشكوره، اذا كنت يا سيدي العزيز في الحرب ضد الكورونا، بلاش لو سمحت الحرب ضد الكورونا تواطأت ضد الدوله، نقابه الاطباء تواطأت ضد الدوله. بلاش خلينا بلاش كلمه تواطؤ يا دكتور، وبلاش كلمه مافيا. لو سمحت لو سمحت دكتور، هتتكلم بوضعيه، هنرد بوضعيه. خلينا هنا دكتور عشان مش معقول كمان يا استاذ وائل. انا هجيب لك لو سمحت، ممكن تتوقف لو سمحت دكتور عشوان. نيجي لدكتور، هو اذا كان بيتكلم على ان في البعض ما يقولوا بعد كده، حضرتك قلت البعض يحاسب، يعني ما اللي يعمل كده يحاسب. هل نقابه الاطباء من بين دورها انها تشوف في مغالاه ولا لا، ولا ده مش دورها؟ هو جاب نص ماده في القانون، ويا جماعه نتفق ما يبقاش في تداخل لو سمحتوا. يعني مين اللي بدا التداخل يا استاذ؟ يتوقف ما يعني. مين اللي تدخل؟ طيب انا اسف، يعني حينما تنتهي من كلماتك يتم الرد عليه. هل نقابه الاطباء لو سمحت يا دكتور، هو بس عشان انا قلت عليه بسيط بس بعد ما الدكتور شو. هل نقابه الاطباء يجب ان تكون معنيه بده انها تشوف هل في مغالاه في كشوف الاطباء ولا لا؟ هو طبعا الموضوع ما هوش يخص نقابه الاطباء لوحدها، نقابه الاطباء والجمعيات العلميه للتخصصات المختلفه ووزاره الصحه اداره العلاج الحر ومحافظ الاقليم المختص حسب ما نص قانون المنشآت الطبية. يعني بيتحدد كمان يعني حسب حتى المحافظ؟ طبعا طبعا، لأنه الموضوع لا يمكن أنك أنت تعامل طبيب في الريف زي طبيب في الحضر، زي طبيب في مراكز المحافظات وعاصمتها، وزي منطقة زي مثلا التجمع الخامس الشقق بقد إيه عشان خاطر تجيب عيادة فيها بتتكلف ملايين، وشقق في أحياء شعبية، في كل الكلام ده بيراعى. أنا متفق معاك تمام. الطبيب اللي هيجيب شقة عيادة في التجمع الخامس مثلا هيبقى مثلا، ما أنا بقول هي مهنة فيها تكلفة بالظبط، وبالتالي يعني. لكن هل أنت بتشوف إنه قضية تعالوا يا جماعة نشوف إنه في مغالاة ولا لا، ولا مش مهتمين بهذه القضية؟ ما جايز في مغالاة يا الحقيقة يا دكتور أستاذ وائل، إحنا رصدنا هذا الموضوع انه كميه المغالاه في عدد قليل جدا 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 من الاطباء، لكن الاغلبيه العظمى من الاطباء حتى من في اساتذه واساتذه مساعدين كشفهم لا يتعدى ال 100 جنيه في بعض المناطق الموجوده في المناطق الشعبيه وفي المحافظات. هذا الكلام حكايه ال 1000 والبتاع وال 500 و600 والكلام ده مش موجود غير في قله قليله من الاماكن. مسيطره على النقابه، ما حدش مسيطر على النقابه من هؤلاء الذين تدعي هذا. يا دكتور ليه الحده؟ هو قال جمله، لا لا طيب جمله فيها سم، ماشي جمله فيها سم. انا عندي انا عايز بس نهدئ من الانفعال. استاذ وائل يا استاذ وائل احميني. طيب يقول المسيطرين طيب. اولا اعضاء النقابه، اعضاء مجلس النقابه معظمهم ليس لديهم عيادات خاصه طيب. ولا يعني ممكن نقاط مستشفى خاص اول ما يخلص على الاطلاق يعني. الدكتوره وكيله طيب. انت قلت احنا النقابه ليست عندها عياده خاصه. الدكتور حسين خيري نقيب الاطباء لم ولن يعني لسه مش عنده عياده او ما عندوش يا دكتور. انا بقول لك لا اسبول بيقول البس. طيب انت قلت صالح يا جماعه لو سمحت، هو عايز يقول انها دي يعني فاتوره انتخابيه. لا يا فندم لا طيب. لا بالعكس خلينا انتمائنا للشباب الاطباء ولل طب انا عايز بس معلومه بس يعملوا الكلام ده، عايز الموضوع ما يتوش. طب نتوقف يا دكتور محمد، انا هسالك ومن هجيه في بس. طيب هل هنا هو قال رصدنا ده؟ خليني بس اسال قله قليله جدا يا جماعه. لو هنقعد نقاطع كده مش عايزين نقاطع، خليني اسال بس. هو قال احنا بالفعل كنقابه رصدنا ده ووجدنا قلقة، يعني هو لا ينكر، يعني بيقول شفنا قلنا نشوف. انا عندي استفسار في هذا السياق فضل. لذلك انا عايز يعني بعمل المداخله مع الدكتور رشوان وبقول ان وزاره الصحه في 2018 كان اول تحرك في هذا السياق، انهم كانوا حددوا الحد الاقصى للكشوف بالنسبه للممارس 100 جنيه
الاخصائي 200 جنيه، الاستشاري 400 جنيه، الاستاذ الاستشاري 600 جنيه. هذا الطرح يعني واجهته نقابة الأطباء بكل حدة وبكل قسوة، وقالوا إن إحنا اللي مسؤولين عن تحديد وليس وزارة الصحة، مع إني كنت شايف إن هذا الطرح كان إلى حد ما يعني منصف للطبيب ومنصف للمريض. عايز أقول حاجة، إنه هذا الطرح اغلى بكتير من الموجود اللي بعد الطبيب. انا لا لا بحط لا حد اقصى. لا لا يا دكتور، انا بحط ازاي يعني بس انا بقول لحضرتك كده. لا لا ما تنزل حضرتك. لا النهارده في 1200 يعني ما يعني مفيش حق. ده بقول لك في 1200 يعني مفيش فوق 600 في 1000 و1200. لا في بس قد ايه كام؟ كم واحد؟ لا يتعدوا على اصابع الايدين والرجلين. لا 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 كتير، ويعتبر نفسه انه قيمته اقل لو خد اقل من 600 جنيه اللي هي الحد الاقصى اللي تم الاتفاق عليه. لا في كتير، خلينا بس نكون يعني منصفين نشوف حل. يعني هل ده صح ولا ده صح ولا لا؟ شوف حضرتك، هو ممكن يكون في يعني ايه مش مبرر، انا مش بقول مبرر، بس قد يكون دافع بعض الاسماء الكبيره قوي اللي بيقبل عليها الناس وبالحاح شديد، دافع يبدو ان هو غير انساني، بس هو انساني للطبيب نفسه يعني. ونفرض حضرتك ان مطلوب من الطبيب ده انه يشوف 200 حاله في اليوم، او ازاي يعني ازاي يحد من ان هو يعني الاقبال عليه يبقى فوق طاقته، لان انت عارف حضرتك يعني عالميا المفروض ان المريض ما ياخدش اقل من 10 دقائق كشف، عشان المريض يقعد والدكتور ياخد منه تاريخ مرضي ويقوم يكشف عليه كويس ويديله الرعاية المطلوبة منه مهنيا وإنسانيا. تخيل بقى حضرتك ان واحد عشان يدي 10 دقائق خلاص، وبعدين مطلوب منه يشوف 150 او 100 عيان في اليوم، يبقى مطلوب منه يقعد في العيادة من 18 ل 19 ساعة في اليوم. هل ده يعقل؟ يعني هل ده مش انسان محتاج ان هو يروح مثلا اذا كان بيشتغل في مستشفى او في الكليه او ياكل او يريح او ينام؟ فهي بدات في من بعض الاساتذه او من بعض الناس المشهورين قوي عشان يحد من ال 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 بقول عليها ايه الاقبال عليه، الاقبال عليه، او ان هو يدي موعد بالشهر وتقول لك ما عندوش رحمه مديني ميعاد بعد شهرين او بعد شهر. طب خلاص يعمل ايه رصيده من دماء المرضى؟ دكتور يعني هاني خليني بس ما لا ما ما لا ما ما نتفق بالك بالالفاظ نتفق. طيب يا دكتور عشان بس اكتب الفاظ ونرد عليها يعني ما يعني مش ما لا الحقيقه دكتور هاني جاي يعني يعني ما يعني هنا لا احنا عايزين نناقش قضيه حقيقيه خليني بس يا جماعه بس لا في مهنه ملائكيه ولا في مهنه لان غالبيه الاطباء مظلومين كده وكده. دي حقيقه. اذكر لحضرتك حيثيات احد الاحكام بتتكلم عن الواقعه، بس بدايه احنا هتبقى تتعلق عن واقعه تتعلق بصاحبها. اتفضل. هقول لحضرتك على حاجه. القانون كان واضح وصريح، احنا مش في قاعده ملزمه قانونيه بتقول ان نقابه الاطباء بتحط حد خلاص، ما احنا قلنا ده عشان ما نعيدش الكلام. تمام يا فندم. طبعا النقابه انتهكت هذا الشيء وحاولت في احد مجالس جمعياتها وضع حد ادنى الزامي، يعني مش عايزين الدكاتره اللي اسعارها تعتبر مناسبه نوعا ما انهم يستمروا، لا عايزينهم يرفعوا قيمه الكشف في عمليه احتكاريه بحته. وقالوا يعني انتهكوا القانون وقالوا هنحط حد اقصى استرشادي، يعني بدلا من إلزامي. حد اقصى عملوا حد ادنى، بدل يعني حد اقصى أدنى. الزامي عملوا يعني اول حاجه عملوا حد ادنى، يعني مثلا الدكتور اللي لسه متخرج او الدكتور في دكتور كان في احد مدن الدلتا يعني كان كشفه ب 10 جنيه هم اعترضوا اشد الاعتراض وهجموه بشده، هم عايزين الدكتور ده. عندنا تقريبا نعرض دلوقتي عن اطباء بيعالجوا مجانا، هم كمان بيحاربوا الناس ديت عايزينهم يزودوا الاسعار وعايزين كمان يحطوا حد اقصى يكون استرشادي يكون فندم ادي مجلس جمعيه ليكم بتاريخ 18/6/2016. كنت اقول لحضرتك يا فندم عندنا قانونين، احنا اتكلمنا عن القانون الاولاني، في قانون اخر للمنشات الطبيه. قانون المنشات الطبيه هي للاسف نقابه الاطباء يعني مشتركه في كل اللجان اللي بتضع حد اقصى للاسعار. طيب خلينا مش النقاب، مش بعض الاطباء ممكن يعني اسالك بس، مش بعض الاطباء ممكن يقول لك انا عملت اسم واكتسبت خبره والمساله عرض وطلب، زي ما في مهندس بارع انت ممكن تجيبه، وزي ما في مهندس ديكور اغلى من حد تاني انت ممكن تجيبه، زي ما في مدرس
اغلى من حد تاني، وممكن هم حتى يقولوا لنا طب وانت كمان ما انت بتاخد كام يا استاذ بتاع، يعني ما هيجي كده يعني. تمام يا فندم. هو طبعا يبقى هي اذا هي مهنه صحيح هي مرتبطه برساله ومرتبطه بالام مرضى، لكن فيها جانب كمان عرض وطلب. هذا الامر اتفهمه في امريكا او اوروبا. امريكا واوروبا طالب الطب بيدفع من جيبه وبيتعلم من جيبه، انما هنا تعلموا على حساب دافع الضرائب، مش كده وبس. الاساتذه الكبار اللي كشوفاتهم يعني الكشوفات وصلت 2003، مش بنتكلم في 1500 او 1000. هؤلاء الاساتذه الكبار اتعلموا على حساب دافع الضرائب 7 سنين، طلعوا بعثات تعليميه في اوروبا ودول امريكا، تذاكر طيران، اقامه كامله، تذاكر لذويهم وابنائهم، كل ده على حساب دافع الضرائب. فنسدد حق دافع الضرائب بعد كده نتكلم. يا فندم دلوقتي حتى في مصر كليات الطب الخاصه، ما هو اللي مش هيدفع ضرائب؟ اصل انت قلت لي على نفس القضيه. طب المدرس لو سمحت متعلم على انت وانا بكلم معاك قلت لي برضو ايه انه بياخدوا فلوس في الكتير، والمدرس ما بيدفعوش ضرائب. تعرف مين؟ دي حقيقه موجوده. لو كل طبيب عمل عملية ودفع الضرائب اللي عليه، أو جراح عمل عملية وبالغ وغالى في أسعاره ودفع حق الدولة بالقانون، لا هنحد من المبالغة. أنا ما بعتبرش الكشف ده هو المعضلة، أنا بعتبر إن عملية جراحية مثلا بخمسين وبستين وبمئة ألف. طيب. دي هي المعضلة. خلينا ناخد الأكبر بسرعة قبل ما اطلع فاصل كده. لو دفع حق الدولة فعلا ودفع الضرائب اللي عليه مش هيغالي. هل بس انا عايز بس على الدكتور هاني. دكتور هاني قال حقيقة خطير جدا. لا غير صحيح. هذا الكلام غير صحيح. احنا ما بنهاجمش الطبيب اللي بي خالص يا فندم. غير صحيح ازاي؟ بس لو سمحت احنا اتفقنا. بس هذا الكلام غير صحيح. الحاجة الثانية، الجمعية العمومية ما فيش جمعية عمومية رفضت هذا الكلام زي ما بيقول. الكلام ده كلام كذب للاسف. استاذنك بس لو سمحت بس هترد. بالنسبه بقى لتعليم الناس ما كل الناس تعلمت من دفع الضرائب. كل الناس تعلمت. المدرس يتعلم من دفع الضرائب. المدرس والقاضي والمهندس والفنان كل واحد والمذيع. بس ما فيش سفريات ولا حاجه. ولا الضابط وكله كله. اشمعنى جت على دفع الضرائب؟ استاذ الجامعه ما سافرش بره. لو سمحتوا يا جماعه اتفقوا على ايه؟ المهنيين كلهم يا دكتور الصيادله. هرد على حضرتك في النقطه لو سمحت يا دكتور. دفع بيتعلم من دفع الضرايب مش كده؟ طيب هنا منه يدفع حقه. معترض على ايه؟ طبعا في ناس كتير ما بتدفع. لا الفئه من الفئات التي تدفع طيب. الضرائب بالضبط. معترض على ايه الكلام ده؟ اول حاجه من العمليات ليس الطبيب وحده هو اللي اتعلم من دافع الضرائب. المدرس اللي بياخد برضه. ايوه خلاص ما احنا قلنا ده. النقطه الثانيه عمليه انه بيروح بعثات علميه ومعاه اسرته. لا يحدث يا استاذ وائل من سنين طويلة. خلينا في بيدعي تكلفه للدوله غير حقيقيه. الكشف الغالي والعمليات الجراحية. هل ده كلام الهدف تعميمه؟ يعني زي ما في غالي في ايضا رخيص كتير جدا حضرتك. والله وفي ناس ذوي كفاءات عاليه جدا جدا وكشوفهم في الحدود اللي في مستطاع. طيب. هل انت يعني بسرعه قبل الفصل ونص شايف الغالي ده منتشر اما بقول لك في دوده منتشر يا فندم بقوه خصوصا في المحافظات الكبرى زي القاهره واسكندريه؟ مش كده وبس، ده حققوا ارباح مهوله جدا من دماء المريض. طب ما يا فندم يحقق أرباح ما عنديش مشكلة، ولكن وفقا للقانون. القانون نظم. حضرتك بتتكلم على الأساتذة مرتباتهم بسيطة جدا وبيأدوا خدمات وجهود عظيمة للدولة. المهندسين المكلفين برضو بيعملوا نفس الكلام. المحامين القانون وضع حد أقصى لأتعابهم لا تتجاوز 20% من الأرقام. طيب. اللي بيحققوها للموكل. إحنا للأسف تحول الطب من طيب. مهنة سامية. أسألك يا دكتور عشان هل هذه يحققون أرباحا من دماء المريض ده تعبير صحيح ولا لا؟ لا تعبير قاسي قاسي جدا يا دكتور. في أهلة في حقب أنا لو رفض هنكمل معاكو بعد الفصل. مشاهدينا نحييكم من جديد. من القضايا المهمة جدا في حياة المواطنين هي قضية كشوف الأطباء وأسعار العمليات الجراحية، على اعتبار انه كل بيت هتلاقي فيه مريض او اكثر، وبالتالي
هي قضية حياتية يومية. لكن كمان في المقابل عشان ما تبقاش الصورة مظلمة كده، لا ده في أطباء حتى يعني حتى تم تكريم الدكتور مجاهد مصطفى في دبي، وتم تكريمه لأنه أجرى العديد من العمليات وعالج 2 مليون مواطن على مدار 30 سنة يعني، وكل ده مجانا. هنا كمان هتلاقي في ناس كتير مجانا بتعالج مواطن. احنا عملنا هذا التقرير، لقينا فيه نماذج بهذه الصورة. الكشف كان 40 جنيه من فترة، ولكن فوجئت ان الاعداد الناس في المستشفيات اصبح زايد، فقلت ايه المانع ان انا اتاجر مع ربنا الحمد لله وانزل كشفي واخليه 10 جنيه بس، اكسب ثواب واكسب رضا ربنا والناس برضو تكون مبسوطة. المريض بيجي للطبيب وهو في اضعف حالاته، فاحنا ما نزودش عليه بقى الايه الحمل عليه. حضرتك لازم يكون في رحمة ورأفة بالايه بالمريض. مش دايما ان الرزق ان هو يبقى فلوسه بس، الرزق حاجات كتيرة، رزق في الصحة، رزق في راحة البال، مش دايما الفلوس هي اللي هي الرزق بس يعني. حضرتك البني آدم الغلبان بيخاف ان هو يمرض اصلا او يعيا علشان ما يروحش يكشف، عشان في زيتها غالية، هيكشف بفلوس غالية ولا هيجيب علاج ولا هيعمل ايه ولا هيعمل ايه. فطبعا لما بتلاقي دكتور بيراعي ظروف الناس وكشفه رخيص فبتروح، فبتفرق كتير طبعا. سألت على دكتور تاني لقيت عنده زحمة وغالي، فبسأل وانا جاي، دلوني على الدكتور خالي وفعلا جيت، ما كنتش مصدقة بصراحة كشف 10 جنيه. مهنة الطب والصيدلة هي أصلا مهنة رحمة، فبيجي لي واحد مش قادر يشتري الدواء، ما مش هينفع ان انا امشيه كده، فناس من الناس الخيرين بيجوا يساهموا معانا، بيدوني فلوس ساعات، يقولوا لي لو حد جه ممكن تدي له دواء على حسابنا. في جزء بيبقى مننا وجزء من اصحاب الخير يعني، او اغلب الاطباء اللي حوالينا بيقولوا لي لو حد فقير ابعتوا لي بورقه من عندك بيكشف عليه مجانا وبيصرف الدواء مجانا. اي حاجه بنحتاجها الراجل ما بيتاخرش علينا فيها، حتى لو مش موجوده بيكتبها في الدفتر وهو بيجيبها عندنا ايه بالطريقه بتاعته. طب انا عندي نموذج اهو يا دكتور اهي. انت سوداوي ليه كده؟ لا يا فندم، انا اقف اجلالا وتقديرا لهذه النماذج الطيبه واحييهم واحييهم بشده. ده ب 10 جنيه الكشف. هقول لحضرتك على حاجه، وفي مجانا. هؤلاء النماذج موجوده وليها كل كامل التقدير، وهؤلاء اصحاب الرساله الحقيقيه. احنا بنتكلم وبنحارب اصحاب اللي حولوها لتجاره، حولوها لسبوبه. سيدي العزيز، نقابه الاطباء اجتمعت في مجلس نقابتها، قالوا ايه امراض الكبد والجهاز الهضمي، قالوا احنا هنحط حد ادنى الزامي علشان نحارب هذه النماذج المشرفه. قالوا الاخصائي فامراض الكبد عايزين الحد الادنى الكشف، اتعاب الكشف على المريض الواحد 150 جنيه الحد الادنى. يعني نقابه الاطباء هتبقى ضد ان واحد يعمل كشف ب 10 جنيه؟ ضده بشده. ده عايزين، مش عايزين 10 جنيه، عايزين 150 جنيه. وادي مستند رسمي تحصلت عليه عن طريق المحكمه. ليه المستند بيقول كده يا فندم؟ ها هو المستند مع حضرتك. بعد اذنك يا استاذ وائل. طيب ما نشوف يعني عشان نبقى ونرد يا دكتور يعني مش ماشي بقى يعني هذه النماذج نقف لها. ان حد ادنى في عندي هنا، حد ادنى حد اقصى. نحيط سيادتكم علما بان مجلس نقابه الاطباء قرر استطلاع راي الجمعيات الطبيه العلميه فيما يخص تطبيق كذا كذا كذا، وحدد حد ادنى وحد اقصى ل طبيب مقيم، حد ادنى 50 اقصى 100، اتعاب الكشف حال التعاقد بالساعه حد ادنى 100 حد اقصى 150، حد ادنى الساعه يا فندم. الساعه يعني يكشف على 8 عينين على الاقل. استاذ وائل حضرتك الساعه بالساعه 8 عينين. حضرتك شوف اسعار الاخصائي طيب. والاستشاري الاخصائي من 150 ل 250 واتعاب الساعه من 200 ل 250 ولا هي والاستشاري من 300 ل 500 واتعاب الساعة من 350 ل 550 الاستشارة. طيب لا 350 ل 550 ده اتعاب الساعة. طيب هنا بس ساعة يعني ساعة تمن عيانين ليه ما بتتعاملش مع الحكاية على انه عرض وطلب؟
قلت لحضرتك يا فندم القانون ينظم هذه المسألة. نقابة الأطباء هل في قانون يمنع أن في دكتور ياخد 1000 جنيه و1200 و1500؟ لا على فكرة لا. لا مفيش. مفيش القانون يمنع. مفيش. يا فندم قانون إنشاء نقابة أيوة. الأطباء. بيقول إيه؟ قانون إنشاء نقابة إيه؟ الأطباء بيقول إيه؟ طب بيقول إيه؟ نسمع ونرد عليه. يعني مش المسألة مش عايزة عصبية يا جماعة. بكل بساطة نبدأ بقانون تنظيم المنشآت الطبية. قانون رقم 51. المهم قول لي بيقول إيه في الأسعار. المادة 12 تشكل بقرار من وزير من وزير الصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية، وتختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص على أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص. أيوة. وتلتزم المنشأة الطبية تكلفة. بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها تكلفة طيب. موضوعية، وبيختار النقابة العامة للأطباء ومديرية الشؤون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها. القانون واضح وصريح وملزم. بيقول إيه بقى؟ بيقول إيه؟ بيقول يا فندم حط حد. طيب بهدوء يا دكتور. ما فتش اللي قريته. تحديد. دي بالنسبة للمنشآت اللي هي المستشفيات أو المراكز المحافظ الطبية. محافظ القاهرة محافظ المنطقة. ما الدكتور عبد الحميد بيقول لك موجود. طبعا يعني يضع موجود. تحديد. ما بتنفذش. سؤال حضرتك كان هل في قانون يمنع أن طبيب ياخد 1000 جنيه؟ ايوه امال دوت ايه يا فندم؟ لا ده ما بيمنعش عشان انتوا تواطئتوا، عشان انتوا امتنعتوا عن وضع الحد يعني الاقصى للاسعار. يا استاذ وائل يا دكتور لو سمحت ما انت هتجاوب. لا معلش بلاش تواطؤ. هل تكاسلت النقابه؟ بلاش تواطؤ. هل تكاسلت النقابه؟ لا تتكاسل. لا تتكاسل بدليل الورق اللي هو جايبها دي بتقول الكلام. احنا استطلعنا جهات الجامعات الجامعات العلميه الجامعات العلميه مع النقابه مع وزاره الصحه. لو سمحت اتمنى دكتور رشوان انكم فعلا تفعلوا كلام وزاره الصحه. خلاص لو سمحت مساله اللي اتعرض في 2018 اللي هو ايه اللي هو يحط حد اقصى عشان ما نلاقيش المبالغات. طب هو دكتور له اسم اصحاب المصلحه يعني اللي هم مقدمي الخدمه. طيب لازم يبقى لهم طيب راي. لو سمحت يا دكتور يعني دكتور له اسم وحقق نجاحا تقدر تقول ممكن إيه؟ ممكن يبقى فيه يعني الناس المميزه قوي دي زي قانون الحد الادنى والاقصى ممكن يستثنى بعض. طيب الناس خلينا ناخد وجهتي نظر بس اللي فيها يعني عندهم خبرات غير موجوده عند زي ما عملنا في تقرير لو سمحتوا يا جماعه بس عن الاطباء اللي واخدين قضيه الطب حتى لو عمل كشف ب 10 جنيه في تقرير تاني عن بعض المرضى اللي بيتكلموا عن الاذى الصحي اللي ممكن يلحق بهم يعني. بس قبلهم اسمع دكتور هشام فتحي أستاذ المسالك البولية في المحلة مستشفى المحلة. دكتور هشام أهلا بيك. أهلا أستاذ وائل. أنت يعني بعت لي بتقول للأطباء لو بياخدوا كتير ما كانوش سافروا يعني. بص يا أستاذ وائل أولا حضرتك نورت التلفزيون المصري. اتفضل الله يخليك. جميل وتحياتي لكل الضيوف اللي مع حضرتك أنا عارفهم معظمهم يعني. بيحيوك جميعا اتفضل. في 100,000 طبيب بره والأطباء ما عادوش بيسافروا يا أستاذ وائل الدول العربية. الاطباء اللي عندنا دلوقتي بقى بيسافروا جيبوتي والصومال ونيجيريا واوغندا على 300 400 جنيه دولار في الشهر. يعني لو في هنا عائد مادي ما كانوش سافروا. احب اعرفك ان في كمان اخصائيين دلوقتي سايبين من شغل الطب وبيشتغلوا على عربيات اوبر وكريم. احب اعرفك ان في اطباء دلوقتي ايه ده لا في اطباء بيشتغلوا اوبر وكريم يا ايوه يا فندم في أيوة يا فندم اطباء ايوه يا فندم بيشغل عربيته اوبر وكريم ايوه والله ايوه في فعلا مش زمان الناس ثابت الحاجات دي عشان 500 دولار في الشهر 500 دولار في الشهر يعني 8000 جنيه في الشهر يا استاذ وائل. لو في الالوفات اللي هم عمالين يتكلموا عليها دي ده في زمايلنا اللي بيقع ولا اللي بيحصل له حاجه بيعمل جمعيه عشان يعرف يصرف على اولاده. ثانيا ايه حكايه فلوس دفع الضرائب اللي احنا اللي انتوا بتقولوا انها هو فلوس دفع الضرائب لدول اللي كانوا بيجيبوا لنا الكتب ولا اللي كانوا بيجيبوا لنا الدروس ولا اللي كانوا بيجيبوا لنا الجماكن اللي كنا بنذاكر عليها؟ والاستاذ النائب مع حضرتك ليه كل شويه يرفعوا اجر اعضاء مجلس النواب؟ ليه لما هم حاسين بالشعب بالطريقه دي قوي ليه يوصلوا 35 و45 الف جنيه في الشهر؟ قدام ايه بيعملوا ايه؟ انا بفيد المجتمع انا والاطباء بنفيد المجتمع. قول لي اطباء قول لي اعضاء مجلس النواب اللي جنب حضرتك اللي عمال يتكلم على ارقام عمرنا ما سمعنا عنها.
ليه 35000 جنيه في الشهر؟ ليه بياخدهم في ايه؟ بياخد 1000 جنيه في اليوم بيعمل ايه يعني؟ طيب ايه ده يعني دكتور هشام؟ احنا بنشوف يا جماعه انا بقى انت بنفسك يا انت بنفسك خالص. طيب طيب لا يا دكتور انا بتكلموا وانت عايز تتكلم. طيب هو جاله منين ان 35 الكلام ده؟ بلاش الكلام المرسل بس بعد اذنك. لو سمحت لو سمحت لو سمحت يا فندم بلاش الكلام المرسل. هو بيضحك عليا انا مش عارف. فانت بتضحك عليا يا استاذ النايك. بضحك عليا انك بتتكلم كلام مرسل. ليه يا فندم؟ انت راجل طبيب المفترض انك راجل تبقى قمه الهرم العلمي والادبي. طب هدوء 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 دكتور هشام. دكتور هشام ومستند. طيب خليني اسال خليني كلام مطلق ومرسل. طيب وجاي تهاجم وخلاص. طيب خليني اسال الاستاذ. انا بدافع عن الاطباء وقلت ما يصحش يبقى الطبيب بدل العدوى بتاعه والكلام ده قلته للدكتور اشوان والدكتوره. أيوه. ان ما ينفعش. طيب بدل العدوى 19 جنيه. طيب عشان ده 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 خسف بالطبيب في الارض. صح. طيب وانت ساكت ليه يا فندم؟ احنا في مستشفيات واشتغلنا في مستشفيات الصحه. وانا لما بعد كام شهر هرجع تاني مستشفى وانا أيوه شغال وبقبض وانا موظف حكومي. لا انت مش ما لكن ما فيش 35 و40 الكلام اللي حضرتك بتقوله. الحد الاقصى للراتب اللي عضو مجلس النواب 20000 جنيه و20000 جنيه احنا بنصرف عليهم من جيوبنا كتير. 20000 يا فندم. طيب يا فندم احنا بنناقش قضيه يا جماعه. لو سمحت لو سمحت يا دكتور هاني لو سمحت لو سمحت عشان بس كام يا جماعه. انا عندي فعل يعني اقول للاستاذ على المريض. عندي فاصل اخير لو عايز على السلامه عشان خاطر تعرض لاعتداء النهارده الصبح وكان بيستنجد بمطابقه واحنا والامين عشان كده هو محتدم. مين اللي اعتدى عليك يا دكتور هشام؟ لو سمحت حاله خطره فعلا. واحد مريض يا استاذ وائل مش مريض. هو عنده حصوه كلى. حصوه الكلى احد طرق. طيب التعامل معها العلاج ثم التفتيت ثم المنظار ثم الجراحه. واخد بال حضرتك؟ لها تدرج في التعامل. مش مشكله. المريض يمكن استيعابه يا دكتور هشام يا فندم. لو سمحت لو سمحت. وجبنا له فلوس من جبنا وصرفنا عليه وخف الحمد لله في جنب تماما. طيب شفي تماما بدون اي عمليه. اهدى بقى يا دكتور. اهدى عشان احنا الجزء اللي جاي ده ما هي الحلول. نطلع فاصل نطلع فاصل وبعد الفاصل هنشوف. طيب ايه هي الحلول؟ نعمل ايه يعني؟ صحيح الاطباء ده بيتكلموا على انه في بعض الاطباء انت قلت لي بيشغلوا عربياتهم اوبر وكريم يعني، وهناك من يتهمهم. لو سمحت يا دكتور خلينا انا بتكلم بعد كده هدي. وهناك في المقابل في من يتهم بعض الاطباء بالمغالاه في الكشف وفي العمليات الجراحيه. بعد الفاصل هنكمل معاك. مشاهدينا نحييكم من جديد. يؤلمني ان في طبيب بيشتغل على اوبر لانه مش لاقي دخل كويس. لا مؤلم جدا، لان لما تقعد تتخيل كده طب اهله اللي قعدوا علموه طيلة هذه السنوات والسهر والتعب وكلية الطب كلية صعبة وكلية القمة، وابننا دخل كلية القمة واصبح طبيبا وفي النهاية يبقى هو ده المقال في النهاية. ده يؤلم. ويؤلم كمان لو حد بيقول لك في مغالاة عند بعض الأطباء. لا الأطباء ياخدوها على إنها تصيبهم جميعا، ولا البعض كمان يمكن إنه يوجه الاتهامات بشكل كامل. طيب خلينا ناخد بسرعة كده في رسائل طبعا عندي متناقضة. الأستاذ سيد سلام الشرقية بيقول والله إحنا اللي بنصنع ده. أنا عارف طبيب نساء وتوليد بياخد في القيصرية 10000 جنيه وطبيب آخر نفس الكفاءة ويمكن افضل وبياخد 2000 جنيه، لكن الناس بتروح للاغلى على اساس ثقافتنا المغلوطه ان كلما ارتفع اجر الطبيب فيكون افضل من اقل اجرا. عندي كمان يعني رساله الاستاذ اسلام خليل الشاعر بيقول انا عن تجربه في عماره في الدقي الدكتور فيها بياخد كل الاطباء فيها بياخدوا 1000 جنيه كشف، شوف معامل التحاليل كل نوع بتمن لا يقل عن 1500 ل3000 تمن التحليل الواحد. دي كلها يعني ما في رسائل مختلفة. خلينا ناخد الأستاذ فخري إبراهيم مسؤول التسويق الطبي بمستشفى الجهاز الهضمي بالمنصورة. أستاذ فخري أهلا بيك، اتفضل. أستاذ وائل السلام عليكم.
سلام الله وبركاته. اتفضل استاذ فخ. هل تشوف الاطباء وثمن العمليات الجراحيه يغالي البعض ولا نظلم الاطباء بذلك؟ لا لا طبعا في فئه كبيره يا استاذ وائل. فئه كبيره لا لا في ايه؟ فئه كبيره يا استاذ وائل. ارجعوا للمستشفيات الخاصه. من ضربة 300 جنيه يا استاذ وائل في المستشفيات الجامعيه والمراكز الطبيه عمل بره ب 2500 او بثلاثة. يعني في مريض كبد في المستشفى باع فدانين ارض ثمنهم 2 مليون جنيه استنزاف لعلاج بقرة او اثنين في الكبد في القاهرة والاخر المريض مات. المنظار بتقول في المستشفى الحكومي والجامعي ب 300 300 جنيه يا استاذ وائل ومجاني كمان. ومجاني وفي الخاص بكام؟ خاص 2500 وب 2000 وب 1500. ايه ظواهر المغالاة الثانية اللي انت بتشوفها؟ النهارده لما دعامة يا استاذ وائل قناة مرارية دعامة بلاستيك 8900 جنيه ولو معدن 12000 جنيه بتتعامل في المراكز الطبية في القاهرة ب 47000 جنيه. هو ايه اللي ب 47000؟ دعامه للقناه المراريه. الدعامه دعامه قناه مراريه واحيانا بتتغير كل 3 شهور. طب هل الاطباء مسؤولين عن ده؟ طبعا يا استاذ وائل. هي ثمنها اصلا ثمن الدعامه في الشركات 7000 8000 اللي هي المعدن. طب ايه اللي بيوصلها ل 47000؟ والله طيب لا لكن بيغصبوه مريض زرع كبد في القاهره طب يجبروه. نعم بعد الزرع انه لا. لازم يعمل الدعامه وفي نفس المركز. امال الزرع بقى يبقى بكام؟ الزرع في القاهره بيعدي 500 و600 و700. طيب طيب هنا بس ده لا يصيب كل الاطباء يا استاذ فخر. وبعدين يا استاذ وائل انا في نعم لا بس في بعض الاطباء في القاهره واطباء مشهورين جدا لما يكون الكشف كام؟ لما يكون الكشف 1200 وما يقابلوش مش بيقابل الاستاذ الدكتور بيبقى مجموعه عنده من الاطباء او دكاتره صغيرين بيقابلوا المريض يطلبوا منه اشعاعات وتحاليل وبعدين يا يقابل الدكتور او ما يقابلوش يكتب له العلاج من بره ويمشي وهو جاي عشان يقابل استاذ الدكتور. طيب بشكرك استاذ فخي. دكتور اخد بقى تعليقات اخيره. تعليقك على 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 مجمل القضيه كده لو انا بقول طب ايه الحلول؟ يعني بالتاكيد في احساس بان في مغالاه واسراف وفي احساس تاني كمان بانه ربما يكون الطبيب مظلوما يعني لكن في المنطقه اللي ممكن يكون فيها مغالاه نعمل ايه؟ هو هقول لحضرتك حاجه. هو اولا نشر الوعي بين المواطنين ده شيء مهم جدا على اساس ان المواطن ما بيبقاش عرضه لاي حد يوهمه بشيء او هو يحط في دماغه انه مش هيجي شفاء غير عند فلان الفلاني او لازم يروح المركز الفلاني. لا هو يكون عنده وعي هو للامانه في مشاهدين زي ما قلت لك بعتين زي ما قلت لحضرتك بعتين ان في ثقافه مجتمعيه غاليه مهمه جدا دي فعلا مش 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 معنى الدكتور الغالي قوي ده يبقى هو العلاج عنده وهو الشفاء هيكون عنده. لا في دكاتره ممكن اقل منه كتير ويعني في طيب. في الكشف لكن ممكن يجيب. دي حاجه. الحاجه الثانيه زي لو انا بس اسال سؤال لو هي النقابه حطت يعني حطت لسته بالفيزيتا اللي ممكن يرتبط بيها هل ده عباره عن اتفاق ضمني ما بين مقدم الخدمه اللي هو الطبيب واللي متلقي لكن الخدمة. ما اقدرش الغي ان في طبيب عنده مهاره وعنده اسم كبير يعني انا تقديري للطبيب اللي هيكشف عليا دي ان ياخد 50. انا هقول لحضرتك حاجه والله العظيم اقسم بالله ان انا لما كنت بشوف بعض لما كنت قبل ما يعني انا قفلت العياده بقى لي بتاع 10 سنين قبل طيب. ما كنت قافل العياده دي انا لما عشان كنت بس انا الوقت قدامي بس انا عندي 10 ثواني كل ضيف دكتوره قليل عليك ال طيب. 100 جنيه دي أعمل لازم إيه تحط زياده ما يهمش 10 ثواني عشان الوقت بجد. هو احنا انا عايز اقول جملتين يعني احنا حل. جايين هنا مش عشان نهاجم الاطباء ولا عموم الاطباء احنا جايين نقول عايزين مصلحه المريض المصري الفقير طبعا وكلنا بنشتغل على مصلحه الغني معاه فلوس وهيدفع اي مبلغ
فإحنا بنناقش قضية تمس المريض المصري الفقير. فأنا شخصيا بأرى إن إحنا نحط حد أقصى، نقابة الأطباء تحط حد أقصى دون الأدنى للكشف الطبيب حسب خبراته وكما جاء قبل كده في 2018. أنا شخصيا مقتنع جدا بهذا الطرح. ثانيا إحنا لازم الطبيب الصغير والأطباء والنبطشيات وبدل العدوى والكلام ده إحنا في المجلس بنتكلم فيه، لابد يرتفع عملية مستوى ولا تتنافى مع الواقع العملي والعرض والطلب. الحل الأبسل هو توفير الخدمة الصحية الجيدة في المستشفيات الحكومية، ده كله هيقضي على كل طبعًا هذه الأفات طبعًا. الحاجة التانية لازم الناس تفهم انه مش بس كشف الطبيب اللي مشكلة، كل اجراء بيتعمل للطبيب زي ما قال الاخ، المنظار 2500 جنيه مش عارف 300 جنيه مش عارف، في منظار، في دعامة سعرها كذا، في دعامة سعرها كذا، في فتح اوضة عمليات، في مساعدين، في ادوية، في مستلزمات. بشكركم يعني دكتور هاني بس ما يمشي عشان تصرخت كثيرا فهنتزع منك الكلمه الاخيره استاذنك. احيي فندم، احيي دور القياده الحكيمه للدوله. احنا بنتكلم في حلول، لا الدوله بدات الحلول، الدوله عملت قانون قانون حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه تحت القياده الحكيمه، زودت العقوبات من 10 مليون ايام الرؤساء السابقين الى 500 مليون، المحاكم الاقتصاديه ضربت بيد من حديد على والتامين الصحي بخصوص احنا اتكلمنا والتامين الشامل، اتكلمنا عن الدعامات. الدولة تصدت لكل الإجراءات الفاسدة في الدعامات لصالح المريض، فالدولة جميعا يعني زي ما نويت في بداية الحلقة إن شاء الله يبقى معنا وزير الخارجية سامح شكري يوم الاثنين إن شاء الله، وغدا هنكون معاكم في حلقة جديدة. الهدف من هذا النقاش يؤلمني إن في طبيب يشغل عربيته أوبر عشان ما معوش فلوس ودخل بعد ما أسرته قعدت تعلمه كل ده، ويؤلمني كمان إن يبقى في كلام من المرضى المطحونين إن في أطباء بيرفعوا قوي أسعار الكشف أو في عمليات جراحية كبيرة، لكن في مجموعة حلول واقتراحات. وكمان لازم أضع في الحسبان إنه ما هو الطبيب ده في جزء مهارة مهنة ويختلف عن طبيب آخر وهكذا يعني. غدا إن شاء الله نكون معاكم في حلقة جديدة. هذا البرنامج برعاية